السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حالكم شباب؟ علومكم شو مسوين؟ فاليوم بنلعب SFX Flight Simulator. في واحد نصحني اياها في الشات، فقلت خلنا نجربها. انا ما معنا شي، خلنا نجربها ما بنخسر شي. فمعنا اليوم بوينغ 777 الاميرتس. فلين الحين ما في حد في الاير ترافيك كنترول، نحب احنا بناخذ البروسيجرز مالنا وبنروح. فقبل ما نبدا اول شي بنقول اول شي this emirates كول ساين تحت 124 requesting engine start and push back. Okay. Emirates taxiing over to the runway. Canada 22, prepare for approach on runway 27. كيف قاعد نسوي تاكسي الحين؟ شكله ما بنضرب هاي له. ايش سوين؟ تكون اف 2 البلين الحين يكون انفيزبل. اوكي، يتسوي لاين اب على الران وي. دق اف 2 مره ثانيه. اوكي، ذيس اميرتس فلايت اي كي 124 جيتنج ريدي تو جيتنج ريدي فور تيك اوف اون ران وي 21. سيفتي 70 80 rotate gear up autopilot set. فالحين بنصبر، الحين بنزل هني مكان قريب بس LSI International Airport. اوكي، فما بنطلع وايد، بنطلع لين تقريبا 500. بنحط autopilot، بناخذ لفة، ناخذ لفة على الايربورت لما نوصل فاينل ابروتش وبقول لكم. يلا شباب، فطفنا الايربورت الحين. هاي الايربورت اللي بنزل فيه المطار، فبناخذ يعني عن قبل ما تشوفوا هذا هو الماب. نحب نروح هني. اوكي، بنطلع جي لما نوصل هني، بنوصل على الخط بنقول ذس اميرتس والكول الكول ساين، بناخذ الكول ساين وبنطلع ونسوي لاندنج. بعد ما نسوي لاندنج تاكسي انستراكشنز لما نطلع الجيت، نزل الناس تغير البلين اللي تبغى وتروح مره ثانيه. فالحين حوصلنا هنا، بناخذ لفت ناخذ لفت وبنروح. وصلنا بناخذ لفت لما نطلع خط البو.
يا شباب الرنوي الحين قدامنا، شو بنسوي؟ نخف على السرعة. اوكي This is Emirates Flight EK124 on final approach and SIL. Okay, this is Emirates for final approach. فوصلنا شباب الحين، فبس بنحط الجير داون، ننزل تحت ل 100 فيت، نخف السرعة، نسوي adjustments، ننزل. اوكي 130 200 feet 126 knots 150 120 100 هننزل ونزلنا. طبعا ما نزلنا مستغربين شباب. المهم ناخذ تاكسي instructions and gate number. شيك انه ما نضرب شي، نطلع لين ال نطلع لين gate number. فنا الحين بنصير gate 4. هذا هو جيت 4 ارسي حق تشارلي. اوكي مغير طيارة، براويكم طيارة ثانية اكبر عنها الامرتس A380 تستعمل الطابقين اللي فيها فيرست كلاس وشنو ايكونومي كلاس وبزنس كلاس. اوكي شباب فيبنا الطيارة A380 MRC A380 هي اكبر طيارة حاليا في اللعبة. في طيارة اكبر عنها في الكارغو يعني للجيش وهيلة، فنحب ناخذ هيلة من قوات مسلحة. طيارة عادية تستعمل طيران الامارات. This is Emirates Flight EK124 push back and engine start up. Emirates 124 going to Charlie. Heading to Charlie. Emirates EK124 taxi to crossing right now crossing right now 12 left. Crossing 12 left, heading right. Continuing to D. MHK124 heading left. Heading left to runway 30 right.
كشبور ف انا بندق على F2 حرك الطيارة اوكي this is Emirates A380 flight number call sign 124 getting ready for takeoff on runway 30 right taking off 50 knots 60 70 80 knots and V1 rotate gear is going up feet continuing to 500 feet. Good. This Emirates coming on a landing when runway I think 12 left. Okay, gear down, speed flaps 2, speed 100 knots, 100 feet. Speed. Touchdown. اوكي ف يعطيكم العافية شباب هو الفيديو مالنا اليوم جربنا السيرفر وان شاء الله باكر بعد بسوي لكم فيديو نفس السيرفر بس في اير ترافيك كنترول هيت راح ينتعف عندهم في امريكا فالوقت مختلف عنا تقريبا 12 ساعة هاي الساعة 5 العصر اظن عندهم فالمهم يعطيكم العافية شباب وهي يلا لا تنسون شباب تعطوني لايك وسبسكرايب عشان وخلوا الجرس مفتوح عشان اذا اول ما انزل فيديو يطلع ينزل لكم الفيديو يلا شباب يعطيكم العافيه.